وإدراكا من مملكة البحرين لأهمية دور المرأة وانسجاما مع المشروع الإصلاحي الديمقراطي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك المفدى، وانطلاقا من التزام مملكة البحرين بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكرسة دستوريا وقانونيا، وكذلك التزاما من مملكة البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال النهوض بالمرأة، ومن بينها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة السيداو، فقد حصلت المرأة البحرينية على حقوقها كاملة في جميع الميادين وفقا للدستور ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وفي ظل الدعم الذي قدمه جلالة الملك المفدى لحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفيما يخص المناصب القيادية للمرأة بالمملكة، وبحسب إحصائيات عام 2017 فإنها تشكل 12% من المناصب الوزارية و8% من مجلس النواب و28% في مجلس الشورى، وأن المرأة في مجال التعليم العالي قد تفوقت على الرجل بما نسبته 60%. أما على الصعيد الدولي فقد برز تقدم المرأة البحرينية في العديد من الأمور، بينها عضويتها في اللجان الدولية كلجنة المرأة بالأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى تبني وإطلاق هيئة الأمم المتحدة للمرأة جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في شهر مارس من عام 2017. وافتتاح المكتب التمثيلي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مملكة البحرين، هذا وتواصل مملكة البحرين جهودها الرامية في لعب دور دولي وتبادل أفضل الممارسات في تعزيز تمكين وتكافؤ الفرص للمرأة على المستوى الوطني والدولي.